جوزيان حبيبتي ليه واقفة هون؟ احكي لي عن قطعة الكهرباء وساعة الكهرباء والساعة اللي بنستعمل فيها كهرباء كدودو. يا عمي طولي بالك ليه شو في؟ يا ربي وعيتي اليوم الصبح مقطوعة الكهرباء على السرعة واكن بس بنطلوني بالقلب وما انتبهت غير ما زرتون. يا عليكي ما اهضمت مثل الاولاد ولو يا جوزيان اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون مصيبته. شايفه هيدا الزلمة؟ ايه شو بوف؟ هيدا الزلمة من ورا قطعة الكهرباء الثلاث ايام مفكرته جوزة. كثير اوقع شو بدك حبيبي؟